هلا، صباح الخيرات يا حلوين. اليوم أنا معاكم من حديقة الشهيد ومقعد القراءة الوثير، وراح نكمل اليوم إن شاء الله مع فيرجينيا وولف ونشوف ما وصلت إليه فيما يتعلق بسؤال المرأة. تتابع فيرجينيا وولف بالفصل الثاني رحلة كتابتها لورقة المرأة والأدب القصصي، وبعد عودتها إلى لندن قررت الذهاب إلى المكتبة العامة في المتحف البريطاني. وبعد ما توجهت إلى المكتبة للبحث عن كل الكتب التي تتعلق بالمرأة، صدمت بالكم الهائل للكتب الموجودة عن المرأة. ردت فعلها: Have you any notion how many books are written about women in the course of one year? Have you any notion how many are written by men? Are you aware that you are perhaps the most discussed animal in the universe? وتلاحظ فيرجينيا أن هذا الكم الهائل من الكتب التي تتناول المرأة بكل موضوعاتها كلها كتبها رجل، ورجل طبعا يكون من أي حقل من حقول العلم والمعرفة. يعني الأطباء كتبوا عن المرأة، علماء الأحياء كتبوا عن المرأة، الروائيين والشعراء كتبوا عن المرأة، اللي عنده شهادة ماجستير كتب عن المرأة، واللي ما عنده حتى شهادة من جامعة أو من مدرسة هم كتب عن المرأة. يعني إذ يبدو أن المؤهل الوحيد والمشترك بين كل هؤلاء الرجال اللي كتبوا عن المرأة أنهم رجال وليسوا بامرأة. في المقابل لا نجد أن هناك أي كتب كتبتها امرأة عن المرأة. في المقابل لا نجد أن هناك هذا الكم المماثل من الكتب التي تبحث عن الرجل وطبيعة الرجل، كأن الاهتمام الرئيسي والأساسي والهوس الحقيقي للرجل هو في معرفة المرأة. هي لما جمعت عدد كبير من الكتب على طاولتها بالمكتبة العامة حاولت تلخص المواضيع اللي كتبت عن المرأة، ففيها يعني تنوع غريب. ناس كتبوا عن إن هي أضعف أخلاقياً، عن مثاليتها، عن حجم دماغها، عن إن ليش مثلاً شعر جسمها أقل من الرجل، ليش هي اللي تحب الأطفال أكثر، يعني أمور غريبة ناقشوها الرجال بكتبهم. غريب إن النقاش يعني أخذ بين طرفي النقيض، بين ناس مثلاً كانوا حتى يسمون روحهم علماء يعتقدون إن حتى المرأة ما لها روح من الأساس، يعني مثلها مثل الحيوان يعني. وبين من قدسها. كذلك لاحظت فيرجينيا لما تصفحت كتاب من هالكتب هي نبرة الغضب اللي ناقش فيها الرجل موضوع المرأة، يعني دائما يتحدث عنها بعاطفة قوية ويؤكد دونيتها. وأيا كانت النبرة التي يستخدمها الرجل في حديثه عن المرأة، حتى وإن كان فيها تعاطف معها، لكن وراءها هناك شعور بالغضب اتجاهها. فتسأل فيرجينيا نفسها يعني ليش الغضب إذا كان الرجل هو يملك كل شيء ويملك كل هذه القوة، لما هذا الغضب أثناء حديثه عن المرأة وعصبية اتجاهها؟ فربطت فيرجينيا الجواب على سؤالها بإحساس الرجل أو باحتياجه الشديد لإحساسه الدائم بالتفوق، لأن بتربيته أن دائما يجب أن يكون الأفضل. وهكذا حتى إذا كان الرجل أقل من كل الرجال يبقى بطبيعته متفوق على كل النساء، فهذا يحمي وهم التفوق عنده. ولهذا السبب فاحترام الرجل للمرأة ولكل حقوقها الأساسية يتطلب منه ثقة كبيرة بالنفس وشجاعة، لأنه هو ما ربط تفوقه الذاتي بدونيتها له. ولهالسبب كذلك هي المرأة تخدم الرجل بكونها المرآة السحرية العاكسة لصورة له هي على الأقل ضعفي حجمه الحقيقي في الحياة. فلذلك يستصعب الرجل على نفسه أن حتى ينال أي انتقاد من امرأة على عمله. قد يتقبل نفس النقد من رجل آخر، لكن أبداً ما يتقبله من. ولهالسبب الرجل يثمن وجود المرأة على وضعها يعني الدوني بالنسبة له، من غير أي حقوق، من غير أي مصدر مال، من أي مصدر دخل، لأن هي تحفز عنده شعور التفوق. في النهاية أشارت فيرجينيا إلى ملاحظة مهمة، وهي أن من تقنيات إبقاء المرأة بمحيطها الضيق هو دائما مبدأ حمايتها،
من الخارج. وهني كأن فيرجينيا رأت المستقبل، لأنها هي تقول remove the protection from women، زيلوا هالحماية عن المرأة وخلوها تعمل مع الرجل، سواء بالجيش أو بالبحرية. تحت فيرجينيا anything may happen when womenhood has ceased to be a protected occupation. وبالفعل في أقل من قرن أثبتت المرأة بزمن قصير جدا نسبيا أحقيتها وتفوقها في كل المجالات. لكل امرأة لازم دائما تتشجع وتعرف أن هي عندها القوة على تحقيق أحلامها وإنجاز كل أهدافها، لكن عليها أن تؤمن وتكون شجاعة وتحقق كل اللي تبيه.